بالرجوع إلى قانون المالية، إلى قانون إلى القانون الضريبي، إلى القانون الضريبي، نجد أن للمحضر القضائي دور كبير، لكن هذا الدور غير معمول به. لست أدري هل مصالح الضرائب تقوم فعلا. فنحن نتساءل عن الغرامات التي تصدرها وزارة العدل، يعني القضاء بصفة عامة، سواء أو الغرامات الجزافية التي تصدرها الضبطية القضائية في المخالفات المرورية، والتي تعد بألف الملايير. عندي رقم بسيط فيما يتعلق بالغرامات الجزافية، 6000 مليار دينار لم تدخل الخزينة العمومية. قيد المحضر القضائي أكثر، ووضعه تحت الرقابة أكثر، وجعل من النيابة والوزارة أكثر وصاية عليه، جرد الغرفة الوطنية من تسيير المهنة تقريبا. أن هذا القانون فيه الكثير من الغبن على المحضر القضائي، وخصوصا في مجال التفتيش، في مجال التوقيف، والذي يعطي لوزير العدل أن يوقف المحضر القضائي متى ارتكب خطأ يقال جسيما لم يحدد أو تحدد القوانين المنظمة ما هو الخطأ الجسيم.